السلام عليكم. السلام اليوم رانا شفناكم رجعتوا المال مزيان اليوم غدوه ان شاء الله العيد. رجعنا المال شريناه غالي راك شايف. ماذا بينا احنا ان شاء الله الناس قاعده تعيد ومجلس عيديه. والله غالب شينا غالي. وبعناه كان شرينا خرفان ب 14 بعناه ب 11. سما كاين اللي شريتوها ب 14 مليون بعتوها ب 11 مليون. واليوم رانا نشوفكم مرجعين المال غدوه ان شاء الله العيد راكم مرجعين المال، علاه ما خليتونا علاه ما نقصتوش السومه وبعتوا؟ والله غالب والله غالب نقصنا طيب بناها كبروا السومه. والله غالب سوق شويه زير خويا وكيما انتم وين كنتوا تبيعوا شنو الجهه؟ في بومرداس. والسوق في بومرداس السوم كانت مليحه؟ مليحه مليحه. الناس تعيد. شحال عندك انت في بومرداس؟ عندنا 20 يوم. 20 يوم وانتم ثم؟ اه. سمع 20 يوم وراكم مرجعين المال؟ مرجعين المال يعني. وهذه هي ان شاء الله. واش تقول للزوالي اللي ما عيط؟ والله غالب انا ما يكون ماذا بينا الناس قاعد تعيط. وهذه هي. سمى بشعار نرجعوا للدار وما نبيعوش ما نطيحش السوم. اه انا. ها؟ والله غالب انا.